هذه الشيلة مهداة من والدة العروس أم عبد السلام إلى ابنتها الغالية فاتن. ما في لها تم التسجيل والمكساج في استديو الإبداع الفني لأهمفيل والكل لأهمفيل حاجتكم الطلقة استديو الإبداع الفني أكبر إنجاز ابتكار استديو الإبداع الفني يلهمكم من أجل النجاح يلهمكم من أجل النجاح. تم التسجيل والمكساج في استديو الإبداع الفني. ما في لها للهم فيل والكل للمحايل تم التسجيل والمكساج في استديو الإبداع الفني يلهمكم أكبر دليل يا حي كل من جالها يا حضور اللي اقبلت بدل البدور. تم التسجيل والمكساج في استديو الإبداع الفني سرور والسعد جعل فالها عين المها يوم اقبلت كلها الخصال تكملت. تم التسجيل والمكساج في استديو الإبداع الفني عيونك من شافها في استديو الإبداع الفني والمدوح أكبرها وعيد. تم التسجيل والمكساج في استديو الإبداع الفني والقافية وجهلها أبوها راعي الأولى راعي الفحول المذهلة الكاف ورمز المرجلة روس المعالي طالها. تم التسجيل في استديو الإبداع الفني عنوان وبالعليا سطر راعي المقام المعتبر والجود هو مذهلها. تم التسجيل والمكساج في استديو الإبداع الفني نسل الرجاجيل العظام لهب الفخر أكبر مقام وكل المعالي طالها. في استديو الإبداع الفني أم المعاني الوافية شيخها عليها العافية عساه مرتاح بالها. تم التسجيل والمكساج في استديو الإبداع الفني هي بنتي مذهل الكرام وصيتها فوق الغمام متباهية برجالها. تم التسجيل في استديو الإبداع الفني وخصى لها عود وبخور أم الرجاجيل الصدور. تم التسجيل والمكساج في استديو الإبداع الفني رجالها جعل السعادة فالكم والله يدين أفراحكم. تم التسجيل والمكساج في استديو الإبداع الفني وخير يسعد حالكم ضيوف السعد وانهالها. شكرا لاختياركم استديو الإبداع الفني دامت أفراحكم.